هو ذكرناه حتى في حلقات سابقة أستاذ محمد بشكل عام، إحنا متكلموش على شهر رمضان بحد ذاته، لكن فعلا يعني هناك ركود تضخمي، عندنا ارتفاع في المستوى العام للأسعار، وبالإضافة إلى عندنا انخفاض على الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي فعلا عانى الاقتصاد الليبي من مشكلة الركود التضخمي، هذا قولا واحدا. لكن راهو في إحنا خلينا نقوله في الربع الأول لعام 23 تقريبا بدأت في حركة نسبيا، يعني بدأ السوق الليبي يخرج نسبيا من حالة الركود، لكن هذا يختلف من سلعة إلى أخرى. يعني عندما نتكلم على السلع الأساسية ولا نتكلم أو كده موضوع آخر، لكن في بعض السلع لا زال الركود فيها. يعني كل ما كانت السلعة كمالية أكثر، كلما الخروج من عملية الركود اللي صاير راح تكون أصعب، وربما تتأخر لوقت طويل جدا. رأوا العديد حتى من التجار والعديد من المحلات أقفلت أبوابها في فترة من الفترات، نتكلم على الفترة الماضية. بس اللي نبي نأكد عليه أستاذ محمد، شوف موضوع سعر الصرف، والكل يعني تقريبا اجمع ان موضوعنا مشكلتنا في سعر الصرف. خلينا نوضحوا حاجه يا جماعه، راهو في حاجه اسمها تضخم مستورد، اللي احنا زي ما عارفين ان كل السلع تقريبا تستورد من الخارج. راهو الاسعار العالميه ارتفعت من 2020 الى شهر 5 2022، زي الزيت ذكرناه في عده حلقات، اكثر من 200%. في تضخم مستورد، يعني تكاليف السلعه راح تكون غاليه من مصدرها. أضف على ذلك ارتفاع تكاليف الشحن، رغم أن الشحن انخفض بشكل نسبي خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لم يرجع إلى المستوى السابق. فهي رأوا عدة، يعني إحنا نقولوا عدة أسباب. سعر الصرف بعد كان 4.48، رأوا قبل يا أستاذ محمد خلينا نتكلمه بصراحة كان ب 3.90، يعني يتكلف عليك تقريبا ب 4 دينار، يعني تقريبا الارتفاع اللي حصل بنسبة 15%. هو السؤال اللي يطرح نفسه، هل الأسعار منذ عام 2019 إلى الآن ارتفعت بنسبة 15%؟ على المطلق لا. ليش؟ لو سبب سعر الصرف يا أستاذ محمد، سبب الوحيد سعر الصرف، الأسعار راح ترتفع بنفس النسبة اللي ارتفع فيها سعر الصرف، لكن هي الأسباب خارجية. احنا نتكلم على التضخم المستورد. الزيت يا أستاذ محمد ب 13 دينار في شهر 5 اللي فات، الآن ب 8 دينار موجود. هل التجار والله حاولوا أنهم يخفضوا الأسعار نظرا للوضع الاقتصادي للمواطنين ويحاولوا يساعدوا الناس؟ بالتأكيد لا، السوق هو اللي فرض عليهم، بالإضافة إلى تكاليف السلع المستوردة انخفضت، وبالتالي جت السلع رخيصة. كل العالم يعاني من التضخم. شوف منظمة الفاو والتقارير اللي تصدر فيها في المستوى العام للأسعار، أراه ليبيا ربما تكون الأقل أسعار معدلات تضخم مقارنة بدول جوار أخرى. لما نتحدث على مصر ونتحدث على دول تانية، ليش؟ إن عندنا الرسوم الجمركية منخفضة، عندنا أيضا بعض السلع ذات المنشأ العربي معفية من الرسوم الجمركية، تهرب جمركي يا أستاذ محمد موجود. فبالتالي راهو اللي نشوفه فيه الآن لو بيطبقوا القوانين على حدافير، أنا متأكد أسعار السلع راح تكون أعلى من هيك. فبالتالي طيب، عندما نضع الأسباب نحاول أن نشخص المشكلة في سعر الصرف. بل لو رجعنا سعر الصرف يا أستاذ محمد إلى 3.90 دينار، هل الأسعار أو 4 دينار راح تنخفض إلى ما كانت عليه في عام 2019؟ أنا أقول لك بالتأكيد لا، لكن بالتأكيد هو سعر الصرف انخفاض أو تعزيز قيمة الدينار الليبي أمر مهم. واضح جدا سأعود إلى مسألة ينخفض فيها سعر الصرف راح تنخفض فيها المستوى العام للأسعار.